بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم في قناة ميليتري نسكوب. النهاردة هنتكلم عن إضافة قوية ونقلة نوعية في سلاح المروحيات، وخصوصا صائد الليل ماي 28. تابعونا للآخر، ولو مهتم بالمجال العسكري والسياسي اعمل اشتراك ونبدأ على بركة الله. قررت روسيا تسليح المروحية من طراز ماي 28 NM بصواريخ من نوع R-74M. عزيزي المشاهد، هذا الحدث يعتبر عظيم، لأن هذه الصواريخ مصممة لضرب الطائرات النفاثة وليست الطائرات القديمة منها، ولكن تستطيع هذه الصواريخ ضرب الطائرات النفاثة من الجيل الخامس الشبحية. هل تتخيل معي مروحية تصيب طائرة من الجيل الرابع أو الخامس؟ صاروخ R-74 المعروف أيضا بصاروخ RVVMD هو عبارة عن تطوير من صاروخ R-73 المخصص للقصف جو، ويعتبر هذا الصاروخ من الفئة قصيرة المدى، ويوجه الصاروخ بالأشعة تحت الحمراء، ويبلغ مدى الصاروخ 24 ميل يعني تقريبا 38 كيلومتر. وتم تطوير هذا الصاروخ خصيصا لإسقاط مقاتلات F-35 وF-22 من الجيل الخامس، وصعب الهرب من هذا الصاروخ لأنه يستخدم حارق لاحق ويتميز بمناورة عالية، ولو استخدمت الطائرات المعادية التشويش الإلكتروني أو الشراك الحرارية للتغلب على الصاروخ فهذا لم يفلح، والصاروخ لا يتأثر بذلك، ويستطيعون الروس تدمير طائرة أباتشي بسهولة، وذلك عن طريق وضع مروحية ماي 28 خلف ساتر من الجبال. والفكرة أشبه بعمل كمين للمروحية الأمريكية أباتشي، بحيث أن المروحية الروسية تكون مخفية عن رادار الأباتشي بسبب التضاريس. هنا ستكون الأباتشي صيدا ثمينا لماي 28، وخصوصا أن الأباتشي مصممة للسيطرة على ساحة المعركة الأرضية بنيران كثيفة، وليس الدور الأباتشي البحث عن الطائرات، فسيكون تدميرها وشيك على يد صائد الليل. عزيزي المشاهد، سيتم عرض طائرة الهليكوبتر ماي 28 NM في المعرض الجوي الدولي ماكس 2021 الذي سيقام في موسكو من 20 إلى 25 يوليو، وستشارك صياد الليل الحديثة في رحلة جماعية لطائرات هليكوبتر روسية، وستقوم أيضا بتنفيذ برنامج طيران تجريبي مع عروض أكروباتية معقدة التي يتم تطبيقها في القتال الجوي الحقيقي. أتمنى من مصر سرعة التعاقد عليها إن شاء الله، وأتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقة. سلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.